الحمد لله. يعني انتي مش عارفه توقفيه؟ سايباه مبرطع كده وفتح باب العداوه مع عنتر وشداد؟ كنت انتي عرفتي تقفي لدياب لما مد ايده وتوالف واشتغل مع عنتر وشداد. لا، اخوكي بتاع مصلحته وانتي عارفاها اكتر مني. انما المعلم حنين وقريب وبشويه زن يجي سكه. بيني وبينك، بيني وبينك يعني، انا عاجبني اللي بيعمله مع اني خايفه عليه. بصص لي جميل المعلم بشري في رقبته، وانتي عارفه اخوكي اللي يديله بلحه بيزرع له نخله. يقوم ينط في المهالك؟ هو نزلته السويس دي هتعدي كده بالسهل؟ ولو ربنا كرم ورجع بالسمك سالم غانم هيفتح ابواب الغل مع عنتر وشدات. بقى السوق اللي حكروه سنين المعلم هيكسر هيبتهم فيه في يومين. ربنا يسترها بقى يا فاتن. اديكي شايفه واحنا مفيش في ايدينا حاجه نعملها. يا رب. صحيح يا زمزم، مالك؟ هو انا ما قلتلكيش، ما انا اصلي بدات دايت، يعني ما عايزه اظبط جسمي بقى عشان اخوكي ما يبصش بره. قلبي، لا لا لا، انا اخوي حد قصده، انا قلبي موجوع عليه. حرام عليكي بقى يا فاتن، انا مش ناقصه يعني، بدل ما تطمنيني بتقلقيني اكتر. اهو ده للقهوه خير الحمد لله. لا مش خير، ده للقهوه مش خير، ما بيجيش وراه خير ابدا. ايوه جيبي العواب سليمه. ايوه جيبي العواب سليمه يا رب. ايوه جايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيني يا زمزم، ابويا وقع من طوله. طيب اهدي ثواني، انا جايه لك بسرعه. طب خليكي، ها خليكي، تعالي. حاضر حاضر، يا رب استرها يا رب، يا رب استرها يا رب. انا اخويا قلبي وجعني يعني، يا رب قلبي مقبوض. النبي قبل الهديه عليه الصلاه والسلام. بس ايه المناسبه؟ عرب المحبه يا عناي. بس انا ما بحبش العربي، انا احب الكاش. انت تأمري وشداد ينفذ. عيب يا معلم، المعلمه عدوله صاحبتي وكسرين الرغيف مع بعض، عايزنا اخونها. انا كسر الرغيف معاها واخونها؟ وبعدين يا بت انا رايد الحلال وعارف ان مالكيش في سكه العط والمسخره. انا جاي لك في الباب السالك، عايزك انت كمان تجي لي في السالك. ها قلتي ايه؟ شداد فين؟ انا فاكراه عندك. يا هبل انتي، احنا مش متفقين شداد ننامله لبعض؟ يطلع من عندك تقولي لي طلع، يدخل عندي اقول لك داخل. يا لهوي، طب هيكون راح فين؟ استنى تعالى يا زفتن. يا معلم. المعلم فين؟ المعلم الكبير ولا معلم عنتر؟ المعلم شداد يا بهيم. عند المعلمه سعاده. اوعي. والمعلم عنتر فين؟ علمي علمك يا معلمه. هانم هانم يا بقف، اتكل على الله. المعلمه قال فين اراضيك يا عنتر؟ المعلم عنتر كلم دكتور وخده وطلع بيه على بيت المعلم بشر، بيعمل واجب هناك. خير يا معلم شداد؟ يعني مجرش شين. المعلم شداد جاب لك العقد ده هديه، وخاف ما يجيش على ذوقك قال يشورني. ما احنا عشره عمر، واللي يلد عليا يلد عليكي. وأي عشر سفينا التراب سوا. وانت ايه رأيك يا سعاد؟ في ايه؟ في العقد. حلو قوي، مبروك عليك. ان كنت رايده ما يغلاش عليك، بس بشوري وكيفي ومباركتي. انا جايب العقد ده على نيتك، يعني مبروك عليك يا عدولتي. ما بحبش حد يدلعني، اسمي عدولة بلاش دلع ميري. أسره لينا أربع حيطان نتكلم فيها. جيتي في وقتك يا فوز. بصي المعلم شداد جايب لك العقد ده هدية. إيه ده؟ إيه ده؟ ده بلدي أوي. البسيه بدل ما تيجي اللي تلبسهوله.
حلو عليك يا فوكس. باين علينا لازم نكمل فيلم المرأة والساطور النهارده يا عدولة. ايوه يا فوز النهارده وقت. فين من الصبح يا شداد؟ كان بيعطف ويلطف واحنا هنذبح ونشف. شوية تشفية يا عدولة. تعالى ورايا يا شداد. يعني ايه الواد متبت في الشنطة؟ اتصرف يا دوقهم. احسن وحياة امك لو ما رجعتش بالشنطة دي انا هصبك في لوح تلج وارميك في المكنة تجرشك. خير يا دكتور؟ للاسف الضغط عالي شوية. هو اصلا ماشي على دواء ضغط. هنحتاج الحقن دي يمشي عليها 3 ايام. ويفضل 2 المستشفى. لا. مستشفى لا. اموت على سريري. الف بعد الشر عليك. حضرتك انا دكتوره صيدلانيه اقدر اقعد اتابعه في البيت 24 ساعه. تمام مفيش مشكله وانا هتابع مع حضرتك بالتليفون. تمام. لو عايزين تنقلوه المستشفى الفلوس حاضره. ما تقتلوش عم اي حاجه. كتر خيرك يا دكتور. اتفضل يا دكتور. الف سلامه عليك.